خصم في الميدان ديالو في اجواء رمضانيه راه صعيبه، راه اللعابه كاين واحد جوج لعابه كانوا لسانهم غيتسرط، الله يحسن العوان، يعني واحد درجه الحراره ديال 29 30 مع 3.5، كاين عياء ديال السفر، كاين عده اشياء، كاين حتى الملعب، يعني الملعب ما دون مستوى كما قلت 8 سنين هو مسدود، ولكن باش على الاقل كنت دير فيه سانتيتيك ديغني جينيراسيون والناس تستافد. دابا هذا الكازو ديال قدك خليط ديال الزرادي كي غتلعب فيه اصلا هو انت صايم والعيا، فهذاك حقيقه حنا كنا اذكياء. علاش؟ لان لعبنا 15 دقيقه ومشينا الشوط الاول لعبنا اون بيان جيري، يعني ما مشيناش متحمسين، والله حتى سيدي قاسم دخلوا متحمسين مع الجمهور نساو راسهم راه صايمين، يعني داروا جميع يعني كنقولوا لي ريزيرف ديال الصيام مشى لهم، لان ما يمكنش انت انا نعرفش ان الفريق سيدي قاسم خدا واحد 30 دقيقه يعني كان هو يعني سيطر فيها، ولكن انا كنقول واحد الوقت نقول هادو ما صايمينش، ولكن عرفت انهم غادي لان صعيب باش تكمل. وراه حقيقه انا تشدت مع اللاعبين ديالي قلت لهم ما يمكنش هذا الشوط الاول راه ما يمكنش هذا الفريق خاص ما يكمل بهذا الريجم لانهم هما صايمين، يعني راه الا كانوا فاطرين ولكن راه الناس صايمين. عرفت الشوط الثاني يعني ما قدروش يزيدوا، حنا سيطرنا وكنا نسجلوا اكثر من هدف، يعني كانت السيطره كامله الشوط الثاني، هما خداو 30 دقيقه في الشوط الاول وكانوا احسن منا لانهم كما قلت لنا ايزون با جيري الصوم، يعني لعبوا امام الجماهير ديالهم امام الرتبه اللي كيحتلوها دخلوا متحمسين بزاف، ولكن نساو ان راه المباراه 90 دقيقه وصعيب باش تمشي بهذا الريتم وانت صايم. شوف هذه الفرق الكبرى اللي عريقه ومدن كمدينه سيدي قاسم اللي عرفت لعابه كبار وحقيقه معروفين اللاعبين باش ما ننسى حتى شي اسم، راه اللعابه ديالهم لعبوا معايا كجبيلو بالمامون بالاحمر سيرتو جبيلو بالمامون اللي لعبوا جاد من بالاحمر كذلك، هاد اللاعبين اصدقاء ديالي لعبوا معايا لعبوا في الرجاء، وكنا دائما تنجيو تكون مباراه كبيره هنا في سيدي قاسم وحتى التاريخ ديال سيدي قاسم. هاد الفرق الكبرى اللي حققت تعاني في هاد الاقسام هادي ديال الهوات بسبب سوء التسيير، وحتى الناس يعني المكونات ديال هاد المدن خصهم يساعدوا هاد الفراقي. انا عطيك على سبيل المثال دابا انت انا سديتي هاد التبديل 8 سنين سديتي ما صيفتي تريبير غيري ممنوع، يعني صبغتي شويه الصباغه وداو داك الجرده درتي لها دكاكه ولعبتي، راه ما يمكنش على الاقل 8 سنين ما نصيبش ملعب الناس استافد منه حشومه. حقيقه انا هذا الشيء ديال الناس ديال سيدي قاسم وهاد الفرق الكبرى اللي سيتو اللي لعبنا ضدهم، انا كلاعب اللي لعب في الرجاء البدائي تيبقى فيك الحال تنبغيو نكونوا افضل منهم، ونتمنى ان شاء الله يجيو ناس اللي غيساعدوا هاد الناس هادو ويديروا لهم ملعب ويرجعوا للمكانه ديالهم الاصليه. كان لقاء صعب شويه وكانت كانت منافسه، فريق الاتحاد القاسمي فريق قوي لاني شفتو انا في مباراه الذهاب وعندهم عناصر في المستوى، يعني ما سهلوش عندنا الاموريه، يعني عانينا في المباراه ديال اليوم، يعني بزاف وعارف كاين اكراهات بزاف الملعب كاين الصيام وكاين والله يكون في عوال اللاعبين، ويعني وتنشكركم على هذه الحفاوات الاستقبال. وما شفنا جينا لسيدي قاسم، انا بعدا لعبت في التسعينات هنا في سيدي قاسم، فريق كبير عنده تاريخ تنتمنى يرجع الامجاد ديالو، ان لعابه كبار دازوا من سيدي قاسم وتاريخ كبير، تنتمنى التوفيق للفريق، وراه عندكم عناصر ممكن تلعب بريمير ديفيزيون ان شاء الله. بالنسبه للفريق كوكب المراكشي حنا عندنا هدف واحد هو الصعود ان شاء الله، مع ان الامور صعبه لكن ان شاء الله غادي نحاولوا، واخا كاين الصوت تنعانيو في اي مباراه لان الهوات بطوله صعبه، يعني انا شفت بزاف ديال الكره شفت هذا العام في الهوات بطوله صعبه، وان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان فريق كوكب المراكشي يرجع للامجاد ديالو ان شاء الله. انتم راه عارفين فريق كوكب اتحاد سيدي قاسم كنت تذكر هذا الفراقي راه اسماء كبيره، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا.